من جهتها نفت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان صحة ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية من تلقي اللجنة مستندات رسمية تفيد بأن والدات المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حازم صلاح أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية، مشددة على أن هذا الخبر مكذوب وعار تماما عن الصحة. وفي أول تعليق له في الموضوع نفى أبو إسماعيل بشدة الأنباء التي ترددت بشأن حصول والدته الراحلة على الجنسية الأمريكية بما يمكن أن يؤثر على موقفه القانوني من الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، واعترف في الوقت ذاته بحصول شقيقته على الجنسية الأمريكية.